ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن في فرنسا، هذا ما تعهد به وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال هذا الأسبوع، وعلى أثره ما زال يدور جدل بين مناصري القرار باعتباره يحافظ على القوانين العلمانية الصارمة في فرنسا ورافضيه الذين يرون فيه انتهاكا للحريات المدنية. يدخل العام الدراسي في فرنسا متدثرا بجدل أحدثه إعلان وزير التعليم الفرنسي حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية. يبرر الوزير قراره بأن ارتداء الزي الذي وصفه بالإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم بفرنسا، ويصر على سعيه لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني. القرار فتح باب نقاش أوسع يتعلق بالحرية الشخصية في اختيار الملبس، ويتناول تصنيف العباءة من الأساس كمظهر ديني وليس كإرث ثقافي، رغم تأكيد المجلس الإسلامي في فرنسا أن العباءة لا تعتبر لباسا دينيا، وهذا ما اختلف عليه أيضا كثيرون. يمكن للعباءة أن تكون رمزا دينيا، ولكن الأمر مرتبط بالحرية أكثر من أي شيء آخر. يحق لأي شخص أن يرتدي ما يريده من ملابس، يمكننا ارتداء ملابس البحر ويمكننا ارتداء الحجاب أيضا. هذه المسألة سخيفة وتمييزية. في هذه الحالة سيقولون إذا كانت الفتاة من ذوي البشرة السمراء أو عربية إذن فهذا الزي إسلامي وسوف نمنعه، وإذا تعلق الأمر بفتاة من ذوي البشرة البيضاء فهو مسموح. من اتخذوا هذا القرار لا يميزون بين العباءة والرداء الطويل، وهذه عنصرية. هناك سواح كثيرون يرتدون العباءة، إذن هي غير مرتبطة بالدين الإسلامي. منع العباءة جدد معركة قائمة بين اليمين المتطرف واليسار الذي رآه تعديا على الحرية المدنية، بل وأحيانا محاولة لتصدير مشكلات الحكومة الاقتصادية وتحويل الأنظار عنها بإثارة قضايا لن تجدي المواطن نفعا أو تصب في صالح العملية التعليمية. هذا القرار خلق جدلا. يدور الحديث عن العباءة لمدة أسبوع بكاملة بدلا من الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية. وبينما يتساءل أولياء الأمور عن سد العجز في هيئات التدريس، لا حديث عن المدرسين الذين يعملون بعقود مؤقتة ويعانون ظروفا صعبة. هذا جدل سخيف. الأمم المتحدة انتقدت القرار الفرنسي، وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة إن المعايير الدولية تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد بما فيها اختيار الملابس، واستثنت ظروفا محدودة للغاية بما في ذلك تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة. يتعهد وزير التعليم الفرنسي بسريان منع العباءة قبل موعد دخول الطلاب للعام الدراسي الجديد في 4 سبتمبر المقبل، بينما سيناقش مجلس الدولة أمر المنع لمعرفة ما إذا كانت العباءة تدخل في إطار قانون عام 2004 أم لا، وهو القانون الذي حظرت السلطات بموجبه الحجاب في المدارس وتلاه حظر على ارتداء النقاب أو غطاء الوجه في الأماكن العامة عام 2010 في بلد يمثل المسلمون فيه 8% من تعداد سكانه. مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الإنترنت من باريس الدكتور زكريا صديقي مدير دار العلوم الإسلامية في باريس، أهلا بك. وأيضا تنضم إلينا عبر الإنترنت من مدينة نيس الفرنسية هاجر بركوس، وهي مواطنة فرنسية مسلمة، أهلا بكما. أبدأ معك هاجر. هاجر، يعني أنت كفتاة مسلمة موجودة في فرنسا مواطنة فرنسية، كيف يعني قابلت هذا القرار وكيف تعاملتم معه كجالية مسلمة هناك؟ أهلا بك، شكرا لك. أولا أريد أن أعبر عن استهجاني لهذا القرار السخيف الذي أعتبره قرارا يعني غير منطقي وغير طبيعي. يعني نحن الآن في سنة 2023، وإلى الآن يعني إلى حد هذا اليوم دولة كاملة يعني بأكملها تناقش موضوعا يتعلق بجسم المرأة، فهو شيء مسخف يعني سخيف وشيء مؤسف حقا
ونحن يعني كلنا يعني كل الجالية سواء الجالية المسلمة أو حتى كل الجاليات يعني الموجودة يعني في فرنسا يعني يعتبرون هذا الأمر مؤسفا وسخيفا فعلا. نعم. طيب هنا دعيني أذهب إلى الدكتور زكريا. دكتور زكريا، يعني كونك يعني دار علوم إسلامية في باريس مدير الدار، ما هي ردة فعلكم يعني أو موقفكم كدار إسلامية، وأيضا ما هو دوركم تجاه مثل هذه القرارات في فرنسا؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا القرار مجحف وظالم، وفيه تدخل من طرف الحكومة في تحديد ما هو ديني والتحكم في الديني، وهذا مخالف لمبادئ الدولة الفرنسية نفسها، حيث إن العلمانية كما تزعم هي الفصل بين الدين والدولة، ولكن لما يتعلق الأمر بالمسلمين يصير الأمر هينا ومستسهلا، والكل يريد أن يعرف المسلمين ويميزهم ويزيد في تركيز الكلام والجدل على الإسلام والمسلمين، وكأن فرنسا انتهت مشاكلها ولم يبق لها إلا أن تبدأ العام الدراسي الجديد بمشكلة وبجدل حول الإسلام والمسلمين. وإن كنا في هذه المرة يعني هناك تطور في القرار، في الحقيقة لم تعد الفتيات وحدهن المعنيات بالمنع كما في قرار 2004، حيث أضيف القميص والجلابة أيضا، وفي التسمية باللغة العربية تسمية العباءة القرار وتسمية القميص تمييز واضح أن المعني بهذا القرار هم العرب والمسلمون، لأن غيرهم ليس لا يعرفون تسمية العباية ولا يعرفون تسمية القميص. فقرار نفسه بتسميته قرار تمييزي يزيد التركيز على المسلمين، وكأن المسلمين مشكلة في المجتمع الفرنسي. هذا كل عام يبحثون عن جعل الإسلام والمسلمين مشكلة داخل المجتمع، ويربون الناس ويبرمجونهم على أن الإسلام والمسلمين هم دكتور يعني من المشاكل في البلد. موضوع يعني هذه اللباس ومنعه وما شابه واضح تماما في هذا القرار، لكن أنا أريد أن أسمع منكم ما هو دوركم كدار يعني لرعاية أو العلوم الإسلامية في باريس، ما هو موقفكم ودوركم في مثل هذه القرارات؟ لا شك أننا نبحث عن تهدئة الأمور وطمأنة المسلمين وتربيتهم على الثقة في نفسهم، وأن يدافعوا عن أنفسهم بالطرق الصحيحة المشروعة، وأن لا يغيروا من أحكام الشرع والدين لأجل إرضاء فلان وعلان، وإنما على كل مسلم ومسلمة حيثما كان أن يتمسك بأحكام دينه. ولا شك أن واجب التوعية وواجب التعليم ونشر الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية هذا مما يحقق شيئا من التوازن داخل المجتمع في العلاقات بين الناس، علاقات الجوار وحسن الجوار. لأن الناس العاديين لا يفهمون هذه الحملات المبرمجة ضد الإسلام والمسلمين، فالذين يعيشون مع المسلمين ويحتكون بالمسلمين من غير أن تكون لهم أجندات سياسية
هؤلاء يرون من المسلمات والمسلمين حسن جوار ومعاملات طيبة وأخلاقا وآداب، فكل مرة هناك يعني محاولة لأن يقال لهم هؤلاء لا يظهرون الوجه الحقيقي، يظهرون لكم أنهم طيبين، أنهم عقلاء، أنهم أخلاقهم جيدة، ولكنهم يخفون أخلاقهم السيئة ويتنكرون للمجتمع وما إلى ذلك. فهناك برمجة واضحة، سياسات مميزة ومعادية للإسلام والمسلمين، وينبغي لكل المسؤولين من المسلمين وغير المسلمين ممن يحبون الخير للإنسانية جمعاء أن يوقفوا مثل هذه الحملات التي تصنع الضغائن وتمزق المجتمع. نعم، وضحت هذه الفكرة. دعني أعود لهاجر لأن الوقت للأسف ضيق. هاجر، يعني أنت كمواطنة فرنسية مسلمة وأيضا محجبة، ويبدو أنك في عمر قد تكوني تذهبين إلى المدرسة، هل واجهت أي تصرفات عنصرية تجاه حجابك، تجاه لباسك الإسلامي هناك؟ نعم، قبل كل شيء، يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، دعيني أذكر وخاصة أن أعبر عن اتفاقي مع الدكتور زكريا لما قاله قبل قليل، وأن أذكر خاصة أن العباءة ليست يعني لأنها عباءة طويلة أو فستان طويل هي رمز ديني، يعني هناك الآن أن نرى فساتين يعني وتنورات وألبسة طويلة جدا من الماركات الغالية جدا مثل غوتشي وشانيل من الفاست فاشن، يعني على الناس أن يستعملوا عقولهم قليلا فقط ليفهموا أن العباء هذا مجرد ستايل، يعني يلبسه تلبسه المحجبات، تلبسه غير المحجبات، المسلمات وغير المسلمات، البيض والسمر والأفارقة وكل الفتيات، يعني خاصة في سني وفي غير سني. وبالنسبة لسؤالك، نعم كنت يعني طالبة، كنت أدرس البزنس، يعني كنت يعني قد قدمت ملفي لأدرس في بزنس سكول، يعني في مجال، وكنت متخصصة في مجال يعني الأعمال، إدارة الأعمال والماركتينج. فلما قدمت ملفي لمدرسة خاصة لدراسة هذا المجال، تم قبول ملفي كاملا، يعني تمت دراسته وأعلموني بأنني قبلت. ولما أرسلت صورتي اتصلوا بي وقالوا لي هل تمانعين أن تتركي حجابك قبل الدخول إلى المدرسة وترتديه عفوا بعد أن تخرجي؟ فقلت لماذا، يعني أنا سأدرس إدارة الأعمال، إدارة الأعمال اليوم يعني نتحدث عن الانفتاح على كل العالم، الانفتاح على الشرق وعلى الغرب وعلى آسيا وعلى أمريكا وعلى دول الخليج وعلى كل البلدان وعلى أفريقيا. فقالوا لي لا، هكذا يعني هذه هي قوانين المدرسة. فقلت لهم هذه ليست قوانين المدرسة، وهذه القوانين لا علاقة لها باللائكية ولا بالعلمانية، يعني أنا أريد فقط أن أذكر أن العلمانية هو أن توفر الدولة كل الظروف الملائمة لكل المواطنين، يعني باختلاف عروقهم ودياناتهم وألوانهم وأجناسهم، أن توفر لهم الظروف الملائمة لممارسة شعائرهم الدينية في كنف الحرية والسلام. ولكن ليس هذا ما نعيشه اليوم في فرنسا، يعني هو من المؤسف ومن المخجل أن نتحدث اليوم عن لباس المرأة الطويل أو القصير، يعني ألا نخجل من أنفسنا؟ واليوم يعني بعد أقل من أسبوع من الرجوع إلى الدراسة، اليوم ينقصنا ثلاث تقريبا أو أكثر من 3000 معلم وأستاذ في المدارس الفرنسية، لا يتحدثون عن هذا الموضوع، لا يتحدثون عن البطالة، لا يتحدثون عن المشاكل الاقتصادية بعد الأزمة الصحية الكورونا، يعني يتحدثون فقط عن المشاكل المتعلقة بالإسلام والمسلمين لخلق المشاكل. هاجر، يعني إذن يعني تم رفضك بسبب الحجاب أو بشرط أن تتركي الحجاب إن كنت تريدين أن تذهبي إلى هذه المدرسة، هل تواجهين أيضا هل واجهتي هذه الشروط في بعض المدارس الأخرى أو حتى في أماكن العمل إن كنت تريدين أن تعملي كفرنسية مسلمة بالحجاب، هل تواجهين هذه الاعتراضات أو الطلب بخلع الحجاب هناك؟
طبعا أنا واجهت هذه المشكلة في هذه المدرسة يعني بزنس سكول، ولكن بعد ذلك توجهت إلى مدرسة أخرى وتم قبولي الحمد لله، وأتممت دراستي وتحصلت على شهادتي يعني شهادة ختم التعليم الحمد لله. واليوم أنا يعني أبحث عن عمل. طبعا أنا في يعني وجدت عملا مثل ما كنت أريد وتم قبولي، ولكن وجدت العمل لأنني يعني وجدت عملا مع يعني شخص مدير للشركة وهو من أصول عربية ومن أصول مسلمة، يعني هذه هي المشكلة. يعني اليوم العمل مع الفرنسيين في يعني مع قلة من الفرنسيين الذين يقبلون الحجاب، ولكن 90 أو 80% من الفرنسيين من الشركات الفرنسية من يعني الأماكن الذي أين يمكن أن نوجد عمل لا يقبلون الحجاب. فهذه مشكلة، يعني مشكلة متواجدة من قديم السنوات، وهذا شيء مثل ما قلت منذ قليل مؤسف، لأن فرنسا هو البلد الوحيد الذي يمنع ارتداء الحجاب، واليوم يعني نتحدث عن شيء مخجل جدا وهو يعني الزي الطويل أو القصير للمرأة، يعني وكأن يعني مشكلة فرنسا كلها تختزل في بعض من الأمتار وتختزل في جسم المرأة للأسف الشديد. فرنسا هذه الدولة التي تتشدق علينا بالحقوق والحريات ودولة الحريات الفردية، يعني شيء مؤسف. نعم، شكرا جزيلا لك هاجر بركوس، مواطنة فرنسية مسلمة، كنت معنا عبر الإنترنت من مدينة نيس الفرنسية. وأيضا أشكر الدكتور زكريا صديقي مدير دار العلوم الإسلامية في باريس، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا في نهاية المسائية نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.